دكتورة، أنا أغتنم الفرصة ديال وجودك معنا الآن باش إذا كان ممكن تقدم لنا مثلا روتين للعناية بالبشرة في هذه الحالة كمثال إذا كان ممكن. نعم. أول حاجة نقوم بها هي التنظيف ديال البشرة. التنظيف غادي نديروه بواحد المنظف اللي يكون لطيف، مثلا اون موس أو اون كريم لافونت اللي كيكون فيها بيانسور عندها نفس لو بي اش أو الدرجة ديال الحموضة ديال البشرة. نتفادوا المنظفات اللي كناخذوها مثلا من المراكز التجاريه واللي عندها ان بي اش اللي كيكون قاعدي، فاكيد غادي تضر لنا البشره ديالنا، لانه واخا نكونوا كنستعملوا كريم مرطب بعد التنظيف ما غاديش نحسوا بالنتيجه ديالو اذا انا كنستعمل قبل منظف اللي يكون البي اش ديالو مثلا قاعدي. كاين اللي كيكون بي اش 9 كيوصلوا حتى البي اش 12. اذا دائما ناخذوا درجه حموضه اللي تكون قريبه للبشره ديالنا. هذا المنظف يقدر يكون فيه مثلا الجليسيرين، البونتينول، لي بروبيوتيك مهمين، علاش؟ باش كنرجعوا الفلورا ديال البشره، ومواد كذلك كيف ذكرت اللي كتهدئ الحكه. هذا بالنسبه للوجه والجسم نقدر ناخذ نفس المنظف بطبيعه الحال. بالنسبه للوجه غادي نستعملوا بعد التنظيف لي زيسونس، اون اسونس دائما كناكد على لي زيسونس ايدغاتونت، يكون فيها مثلا حمض الهيالورونيك، نياسيناميد اللي غيهدئ لنا البشره. ومن بعد غادي نستعملوا سيروم مرطب، ومن الاحسن يكونوا فيه مكونات مرممه، مثلا غادي نستعملوا سيروم اللي يكون فيه عوامل النمو او البيبتيدات الى اخره. وفي حال بشره جافه بطبيعه الحال غادي نزيدوا واحد الكريم اللي يكون مرطب اللي غادي يكون التركيبه ديالو غنيه اكثر. وما ننساوش اكيد الوقايه الشمسيه جيدا. غادي ناخذوا واقي شمسي اللي تكون عنده حمايه عاليه، اما كيكون واقي شمسي اللي مكتوب فيه اس بي اف 50 بلس، او لا واقي شمسي اللي كتكون فيه بي ا زائد يعني علامه زائد حداه اربعه المرات، وهذا كيعني ان عنده حمايه جد عاليه. وبالنسبه للجسم مثلا نستعملوا ان بوم، لو بوم لان كيكون غني، التركيبه ديالو غنيه واللي كيكون فيه مكونات للترطيب ومطريات بحال اللي كنتكلموا دائما انها غادي ترمم لنا الحاجز الواقي، وزيوت نباتيه، مكونات كذلك لتهدئه البشره، يعني اختيارات فهي عديده الاكل.